الصحراء الأردنية عالم عمودي مدهش من الوجوه الصخرية ودرجات الحرارة المميتة والأمطار الغزيرة القاتلة. ضمن هذا العالم المتطرف هناك قصة لم يتم سردها، مخلوقات تتصارع للبقاء في تضاريس قاحلة وصعبة وتتجه بخطى مترنحة إلى شواطئ البحر الميت. خلال العصر الجليدي والعصر الحجري وقبل ذلك بعصور تمكنت شبكة حياتية من البقاء حيث لا شيء مؤكداً. بدءا من الأرض تحت قدميك، معارك، تجارب، حياة صعبة، حياة على جدار الموت. إنه عالم تسيطر عليه المخلوقات السريعة والميتة. وحدها المخلوقات السريعة قادرة على البقاء. الوعول، إنها حيوانات رياضية تعيش في المنحدرات حيث تعبر الممرات الصخرية التي لا يزيد عرضها عن بضعة سنتيمترات. هذه الأعجوبة الطبيعية ذات التصميم المميز قادرة على التمسك بسطوح المنحدرات بواسطة حوافر مطاطية مشقوقة، بينما تعمل المساند الداخلية الرقيقة كأقداح امتصاص على الأرض. في عالم عمودي حيث يمكن لخطوة خاطئة واحدة أن تتسبب بكارثة، تعتبر أفضل متسلقة صخور من دون أي منازع. تطورت هذه الوعول لتنتقل عبر الصخور وهي تضاريس قاسية لا يمكن لأي من أعدائها الوصول إليها، ولكن الوعول تدفع ثمناً باهظاً للحفاظ على سلامتها. هناك ملاذ لها في الأعلى، ولكن لا يوجد ماء والقليل من الطعام. شهيتها وطلبها الحيوي للماء يجبرانها كل يوم على مواجهة جدار الموت، حيث تنزل عبر وجه المنحدر البالغ ارتفاعه 2000 متر إلى وادي نهال ديفيد الخطير تحتها. هناك واحة محفورة في الصخر حيث تتدفق المياه الحلوة من نبع قديم. هذا الوادي هو مصدرها الأساسي للماء والطعام، وكل يوم على الوعول أن تنزل إليه لتملأ معدها وتخرج منه حية. تجول الفهود في هذه المنطقة، وقد بقي عدد قليل منها هنا. تتربص قرب مصادر المياه الثمينة. يقوم الفهد بالصيد بصبر قاتل، ويمكن أن يقتل بعضة قاتلة واحدة، ولكن الوعول تعرف عدوها. شم هذا الصغير رائحة متطفل مميت،
فأرسل تحذيرا. انطلق القطيع المزعور من مفترس الوادي المميت. باتجاه أمان جدار الموت. يعيش حوالي 300 وعل في صحراء يهودا في فلسطين المحتلة التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 كيلومتر مربع قرب النقطة الأكثر انخفاضا على الأرض، البحر الميت. إنه أكثر ملوحة من المحيطات بحوالي 10 مرات، ولا شيء تقريبا يعيش في مياهه. إنه محاط بالمسطحات الصخرية والمنحدرات القاسية والأودية العميقة، ويتعرض أحيانا للزلازل. تتسلق الوعول للهروب من أعدائها، ولكن ليس من قوى الطبيعة. تضرب الزلازل الصحراء مرة في الشهر تقريبا. وعندما تفعل ليس أمامها سوى الركض للنجاة بحياتها. أصاب زلزال بعض حيوانات القطيع، لكنه لم يتسبب بالوفاة، على الأقل ليس على الفور. بعد هطول الأمطار تكون أرض الوادي مغطاة بالنباتات، وهي مواد تحتاج إليها الوعول كثيرا. ولكن بالرغم من ثرائه، هذا المكان خطير جدا للإنجاب فيه. عادة ما تلد الأمات صغارها في الأعالي مختبئة في المنحدرات الآمنة نسبيا. تم الإمساك بهذه الأنثى على حين غرة، ربما بسبب الزلزال، ولم تتمكن من العودة. هي وصغيرها هدف سهل ومغرٍ. إذا بقيا لمدة طويلة فستصنع حيوانات الوادي المفترسة منهما وجبة لذيذة. لذا اتجهت الأم وصغيرها إلى أرض أعلى وأكثر أماناً. واجه الصغير زلزالاً وحيوانات مفترسة قبل أن يصبح عمره أسبوعاً واحداً حتى. تبع أمه إلى جدار الموت. على بعد مئات الأمتار من أرض الوادي يقع هذا الكهف في الأقسام الأبعد من وجه المنحدر. كل يوم تغادر هذه الأمات للرعي، ولكنها تعود لإطعام صغارها. بعد تركها وحدها تبدأ الصغار عمليات تدريب أساسية للمستقبل. ويعج جدار الموت بالحياة. تصبح بسرعة متسلقة صخور ماهرة، وتتأقلم مع تضاريس المنحدرات الصعبة والممرات الضيقة، وتعزز مهاراتها وسهولة تنقلها. وعندما تعود أي أم تنطلق صغارها الجائعة نحوها بلهفة.
تتعرف الأمهات عليها من خلال روائحها، مبعدة كل الصغار باستثناء الصغير أو الصغيرين اللذين تنجبهما كل عام. تسمن الصغار من حليب أمها، ولا يتم فطامها إلا بعد أكثر من 3 أشهر. بينما يكبر العديد من الإناث الصغيرة لتصبح أماً، تكون المنافسة بين الذكور على الأبوة الشرسة. يمكن تسمية الأمر انتقاءً طبيعياً متطرفاً، أو ربما تحضيراً غير عادل، حيث يصبح التزاوج القوة المحركة لحياة كل تيس صغير. تمضي الذكور الصغيرة أيامها وهي تتعارك لتزيد من قوتها وتختبر نفسها، وتتنافس قبل أسابيع من العرض الكبير. ستكبر ليزيد طولها عن 80 سنتيمترا، ويصل وزنها تقريبا إلى 75 كيلوغراما. عضلات الرقبة القوية ستحمل قريبا مترا من قرنين معقوفين، يصل وزن الواحد 5 كيلوغرامات. الأسلحة مهمة جدا في حياة يحكمها القتال. القتال لهدف واحد يبدأ في وقت مبكر. عادة ما تترك ذكور الوعل عائلاتها عندما تصبح في 2 سنوات من عمرها. ما إن يصبح عمرها 5 أو 6 سنوات، ستنضم إلى الإناث فقط خلال موسم التزاوج. في بقية العام تعيش ضمن الجماعات العازبة، حيث يحدد العمر والحجم والقوة ترتيبها ضمن المجموعة. تتقاتل لفترات طويلة. تستخدم الذكور العازبة الصغيرة هذه المعارك لتحدد موقعها الاجتماعي. أما الذكور الأكبر سناً تزوج السنوية. الذكور الجاهزة لتحسين مواقعها ستتنافس على الحق لنقل جيناتها إلى جيل جديد. وحدها الأقوى والأنسب ستحظى بفرصة. تترك أمان المنحدرات وتنزل إلى وادي نهال ديفيد. حيث تستهلك الأعشاب والأوراق والنباتات الأخرى. الحجم مهم، وستختبر ذكوريتها قريبا. سينافس كل ذكر على الحق بنقل بدرته إلى قطيع الإناث. يسيطر الحر الشديد على المكان في فصل الصيف. يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. في هذا الحر الجاف، حتى القليل من الظل يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم 10 درجات. أكان الجو حاراً أم لا؟ حان الوقت للجيل التالي من الوعول لعبور جدار الموت. أصبحت كبيرة بما يكفي لتأكل بنفسها، تحتاج إلى أكثر من حليب أمها. عليها استخدام المهارات التي اكتسبتها على المنحدرات، وهذه المهارات ستشكل كل الفرق. كل مرة يصعد أو ينزل فيها الوعل جدار الموت، يخاطر بكل شيء. فخطوة خاطئة واحدة هي حكم بالموت.
بدأت الصغار تظهر قدرة وثيقة على الصخور، وهي لا تزال غير مدركة للمخاطر التي تنتظرها في الوادي تحتها. العطش الهائل يدفع الإناث لرعاية صغارها إلى مصدر القطيع الأساسي للطعام والماء. بالنسبة إلى صغارها، يمثل عبور جدار الموت نهاية مشقة وبداية أخرى لمرحلة أكثر خطورة من حياتها. عند النبع تشرب الحيوانات كميات مياه تكفيها حتى زيارته التالية في اليوم التالي. تستعد الذكور الصغيرة للقتال، غرائزها عالية. التمارين المستمرة تقوي عضلات قوائمها الخلفية، تقوي قرونها التي ستعتمد عليها طوال حياتها. تمر عبر ممرات أضيق من حوافرها، لتصعد وتنزل عبر جدار الموت. خرجت الوبريات، ولكن ليس لتمضية الوقت واللعب. بالرغم من أنها تشبه القوارض البنية، إلا أنه يقال إنها من فصيلة الفيلة. الوبريات صغيرة ورشيقة جدا، ومثل أقاربها الهائلة إنها آكلة نباتات شرهة. الرعي هو مصدر غذائها. المنافسة قوية. تنمو أشجار الصمت في المناخ الجاف. تتم مهاجمتها بهدف واحد فقط، ومن كل حدب وصوب تقريبا. شعار البعض: الأكل حتى الانتفاخ. تستخدم الوعول مهاراتها في التسلق، وتتجه إلى الأجزاء البعيدة من الأشجار. التواجد بعيدا عن الأرض في هذه الصحراء هو أمر إيجابي. أفاعي الزربية معروفة في جميع أنحاء المنطقة. إنها معروفة بقتلها للثدييات الكبيرة. لا تصطاد الوعول، ولكنها ستهاجم للدفاع عن نفسها. بينما يتحضر القطيع للمغادرة، تقترب إحدى الغافلة أكثر مما يجب، فتهاجمها أفعى الأهرام. هرب القطيع المذعور بحثا عن أمان المنحدرات. اختفى القطيع خلال ثوان. استسلمت الأنثى المهاجمة بسرعة للسم المميت. صغيرها بقي بجانبها. حاول إيقاظها دون جدوى. بغياب أفراد القطيع، هل سيجد طريقه للخروج من الوادي؟ بدأ ينادي. يجوب البرية وهو مراقب عن قرب.
في مكان قريب كانت أنثى ثعلب قد أنجبت مجموعة من 7 جراء. أصبحت كبيرة جدا لتكتفي من حليبها وحدها. لن يبقى الوعل الصغير حيا حتى نهاية الليل. حتى مع وجود مخزون وافر من الطعام لا تعيش جميع جراء الثعلب لإنهاء عامها الأول. يكفيها اللحم ليوم واحد فقط. في الأعالي في مساكنه على المنحدر يستقر باقي القطيع لتمضية الليل. ولكن الصحراء لا تنام أبداً. مخلوقات النهار تتبادل الأمكنة مع مخلوقات الليل. اكتشف ثعلب أحمر بقايا أم الوعل. أدار ظهره للجثة للحظة. ليست بحركة ذكية في مكان يعج بالحيوانات الزبالة. تقدم ضبع مخطط باتجاهها. مرت فترة على تناوله وجبة طعام. إيجاد الجثة سهل الأمر عليه. خسر الثعلب وجبته وكسب حياته. هذه صفقة جيدة. في فصل الخريف تتجه الطيور بكثرة إلى هنا. تملأ آلاف طيور اللقلق والطيور الجارحة السماء فوق صحراء يهودا. تمر الطيور بينما تهاجر عبر قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا. المنحدرات التي تحمي الوعل تمنح الطيور الطاقة. الجدران العمودية تؤمن تياراً صاعداً قوياً يرفع اللقالق إلى ارتفاع عالٍ ويساعدها على إكمال طريقها. في هذه الأثناء تقوم صغار الوعول بعبور المنحدر يومياً ما يجعلها تتقن مهاراتها البهلوانية. هناك شيء ما يتعقبها. إنه متسلل من نوع ما. إنه ذكر صغير.
وهو ضحية الهرمونات المستعرة. انتهى وقته، لن تستقبله الإناث قبل بضعة أسابيع، لذا فهي غير مهتمة أبداً وغير معجبة به. تنتظر الإناث ظهور ذكور حقيقية. فصل الخريف هو الفصل المناسب الذي تستخدم فيه الذكور حقها في التزاوج. قطعت هذه الذكور الكيلومترات لإيجاد شريكتها. دخلت الوادي كباحثة عن الجوائز، مليئة بالفحولة والتبجح. المهمة الأولى إبعاد الذكور التي لا فرصة لها بالتزاوج. معظم الذكور الصغيرة تعرف متى تستسلم. يبدو أن هذا الذكر سيفوز، ولكن الأمر لن يكون سهلا. يدخل صغير غريب إلى الساحة. إنه تقريبا بنفس حجم الذكر المسيطر. المخاطر كبيرة، أحد هذين الذكرين فقط ربما لديه الفرصة بالتزاوج. على الصخور يمكن لميزة صعبة أن تؤثر في النتيجة. هناك مساحات فارغة في جمجمتيهما وقرونهما، ربما لاستيعاب الضربات وتفادي وقوع إصابات في الرأس. المنافس إلى اليسار ليس بالخصم السهل. تظهر علامات الإرهاق على الذكر المهيمن. هذا ليس عراكه الأول لهذا الموسم، وهو بحاجة إلى الفوز. عبر الصحراء ينخرط ذكور الوعل في حروب التزاوج لعدة أسابيع. حتى إنها لا تتوقف لتأكل. لديها هدف واحد، ولكن العديد من الاختبارات. لتحقيق النجاح على بعضها أن يفوز بسلسلة من المعارك، وكل واحدة منها قد تكون قاتلة. انهيار أحد المقاتلين ينهي المعركة عادة. الخصم المهزوم المتهالك من المعركة ينهار من الإرهاق. تصعد بقية الذكور إلى المنحدرات. أكثر تعباً من أن يدافع عن نفسه، أصبح الذكر القوي سابقاً هدفاً سهلاً. لسنور كبير ذي شهية كبيرة. مع وجود الذكور المنهكة عبر الصحراء،
هذا يفيد الحيوانات المفترسة. إذ تنتظرها فترات أصعب. ما إن يغادر يصل طاقم التنظيف. فاز النسر الأسمر بالجائزة الكبرى، ولكن النسور المصرية تحاول الوصول إلى الجيفة. نشبت مشاجرة، المنافسة على الطعام وحشية حتى بين أبناء الجنس الواحد. في نهاية المطاف فاز أكبر الزبالة. بعد عدة أسابيع هطلت الأمطار، تضرب هذه المنطقة الخاحلة العواصف العاتية في فصل الشتاء فتطوف بالمياه. العواصف التي تحدث على بعد عدة كيلومترات تتسبب بالسيول التي تحول مجاري الأنهار في الوادي الجاف إلى فخاخ موت محتملة. تتسابق الأمطار عبر أرض الصحراء، يصبح لون البحر الميت بنيا موحلا. بحلول فصل الربيع تساعد المياه على ظهور النباتات المزهرة. وعبر الصحراء تظهر حياة جديدة. لدى هذه الثعلب الأم الكثير من العمل، إذ لديها الكثير من الجراء الجائعة لإطعامها هذا العام. على المنحدرات الشاهقة فوق الأرض الصحراوية تنتظر أفراخ النسر أن يتم إطعامها. بينما تجوب الأم الصحراء بحثاً عن الطعام، يقوم الأب بحراسة العش. قد تحتاج أفراخ النسر إلى وجبة كبيرة، والوبريات ستكون وجبة مناسبة. ليست أهدافاً سهلة حتى بالنسبة إلى نسر حاد البصر. تستخدم الوبريات على الأقل 21 نداءً للتواصل مع بعضها البعض، كل صوت له معنى خاص به. وأهمها نداء الخطر. تهرب المجموعة للاختباء. تبتعد النسر الأنثى مهزومة. ستعود مرة أخرى. الإناث هي حجر الزاوية الإنجابية في قطيع الوعل.
الحيوانات المنوية رخيصة، إذا فقدت ذكرا مسيطرا واحدا سيحل ذكر آخر مكانه. ولكن الأمومة غالية، كل أنثى لا تعيش لتنجب وتجدد القطيع تقوض استقراره. تمكنت هذه الأنثى الصغيرة من البقاء لإنهاء عامها الأول. تسترقي تحت شمس الصباح الباكر لتزيل الطفيليات عن جسمها واحدة تلو الأخرى. إنها وجبة سهلة بالنسبة إلى الطيور. بالنسبة إلى الوعل، إنها استمالة حرة. تعيش الوعول ساعة بساعة، يوما بيوم، في عالم لا شيء فيه مضمونا. تستأهل عيش لحظات أكثر هدوءا، لأن المصاعب تنتظرها عادة في كل زاوية. الجوع يحرك الذئاب. من أصل 7 جراء ولدت في الربيع الماضي، بقيت 3 ذكور فقط. بعد ترك أهلها تظل معا وتصطاد كجماعة. خرجت للصيد اليوم واشتمت رائحة لحم. ولكن الفريسة التي تحتاج إليها كثيرا يجب أن تنتظر. هز زلزال آخر جدران الوادي، وكان قويا جدا هذه المرة. تفرق القطيع المذعور وتدافعت الوعول للنجاة بحياتها. أنثى واحدة علقت على مستدق صخري وفقدت توازنها. على جدار الموت لا يوجد فرصة ثانية. لم يستمر الزلزال لفترة طويلة، ولكنه قضى على القطيع. جرت الوعلة الجريحة والمتعبة نفسها إلى منطقتها. تبحث الأمات والصغار عن بعضها البعض. تبعت صغيرة عمرها 1 سنة مصابة في قائمتها الأمامية رائحة مألوفة. وجدت جثة أمها في أسفل الجدار. كلما بقيت لمدة أطول زاد عليها الخطر. لكن يبدو أن الصغيرة مترددة في الرحيل. لطالما وجدت الأمان والراحة إلى جانب والدتها. الآن عليها شق طريقها بنفسها. ثم لاح تهديد جديد في الأفق. اشتمت الذئاب رائحتهما. من المؤكد أنه حان وقت المغادرة. الخوف وقائمتاها الخلفيتان القويتان دفعتاها بالرغم من قائمتها الأمامية المصابة إلى نقطة يمكنها فيها تقويم الوضع. الذئب كان قريبا جدا من الصغيرة، ولكنه غير قادر على الوصول إليها.
تخلى بسرعة عن المعركة وحول انتباهه إلى الجثة القريبة منه. حتى ضمن عصابة الإخوة لدى الذئاب قواعد صارمة في التسلسل الهرمي. الذكر الأول يأكل أولاً. سيأكل أخواه ولكن فقط بعد أن يشبع. تنتظر الصغيرة إلى أن ترحل الذئاب أخيراً. تحملت مصيبة ثانية تهدد حياتها وهي تتحضر الآن لقضاء الليلة وحدها في الصحراء. ولكن العواصف تعصف بعيدا. الطقس السيء قادم قريبا. الحيوانات المحلية في أرض الوادي تواصل مساعيها الليلية. هناك أفعى سامة تنتظر جرذا شوكيا يتحضر للرعي في هواء الليل البارد. ستحصل الأفعى على وجبتها التي قد تكون الأخيرة. وصلت العصر. عادة ما تجلب المياه الحياة إلى هذا المكان، ولكن ليس الليلة. بحلول الفجر انتهى الطوفان. أسرت المياه المتدفقة الفئران الشوكية. وسدت طريق الوعلة الصغيرة إلى عائلتها. سيكون عليها إيجاد طريق آخر إلى القمة. في مكان فيه 1000 طريقة للموت، لا يمكنها تحمل اقتراف خطأ واحد. شقت طريقها بحذر عبر جدار الوادي. ثم يبدو أنها اكتشفت رائحة الوعول المألوفة على الأرض، ولكنها لم تحظى بترحيب حار. الوعول الكبيرة لا تتفاعل بسهولة مع الوعول الأصغر. تتقدم الصغيرة بشكل ودي، ولكنها غير مرحب بها هنا. عليها أن تكمل طريقها. أملها الوحيد هو في إيجاد خطيئها.
في الليلة السابقة جفت الأمطار، وما كان نهرا متدفقا أصبح بحيرة صغيرة. أصبح الطريق مفتوحا للعودة إلى الوادي. ولكنها ليست وحدها. هناك ذئب وحيد يتجسس عليها من بعيد. عليها أن تسرع هذه المرة. أسرعت بخلق مسافة بينها وبين الحيوان المفترس. حصلت الصغيرة على فرصة أخرى. أوقع زلزال ضحية أخرى وكانت وجبة سهلة للذئب الجائع. بعد هطول الأمطار استقر المنظر الطبيعي مجددا على إيقاعاته الطبيعية، وخصوصا بالنسبة إلى الوعود الصغيرة. أصبح الزلزال المخيف مجرد ذكرى قديمة بالنسبة إلى هذه الثعالب الصغيرة، ولكنها متأثرة لمنظر غريب في الأعالي. ثعلب صغير بمخالبه القوية. النسر الأم متجهة إلى عشها مع وجبة كبيرة. أكملت الصغيرة رحلتها، ويبدو أنها مصممة على العثور على طريق قطيعها. ينتظرها يوم مرهق آخر من التسلق. وأخيراً وصلت إلى حافة الوادي. مع انتهائها من المنحدر الأخير، وجدت عائلتها في الأسفل. انطلقت عبر طريق مألوف جيدا. نحو موطنها. وتقدمت إلى ظلال الرحبة لشجرة الصمت التي عرفتها طوال حياتها. فاقتربت منها وعلة أخرى. تفاعلت بحذر، ولكن يبدو أنها قبلت عودة الوعلة إلى القطيع. بالنسبة إلى الوعول الصغيرة، ينتظرها العديد من التحديات. قد لا تتمكن من العيش لتنشئ عائلتها. يجب عدم اعتبار المستقبل هنا من المسلمات، ولكنها متحضرة بالكامل للقيام بكل ما يلزم للعيش على جدار الموت.